عايز دليل على اللي بقوله لك ده؟ انا هديك دليل دلوقتي على الناس العاديه في الشارع رامت دول في الزباله. الناس العاديه في الشارع لسه فاهمه ان مشاريع السيسي العظيمه دي منفعه خاصه. اسمع الست دي كانت بتتكلم على الازالات بتقول ايه؟ العب الست يا علي. العبها. مفيش لا امن ولا امان. ليه تنزلني من بيتي وانا ما عملتش اي حاجه؟ المصلحه عامه، لو منفعه عامه احنا موافقين، انما دي منافع خاصه. مفيش اي منفعه عامه انك تشيل متر او مترين وترميني في الشارع وترميني في الصحراء ومدارس ولادنا اللي عندنا نروحها ازاي؟ ونعيش ازاي؟ واهالينا احنا مستقرين، وبعدين احنا ما تخطيناش حدودنا ولا مشينا غلط، احنا كلنا ناس ماشيه صح. كلنا ناس هنجيلك يا مدام هنسمعك، لكن المدام قالت حاجه مهمه جدا في الفيديو ده. قالت انهم بيشيلوا بيتي لو منفعه عامه كنت قلت ايوه، لكن دي منفعه خاصه. سمعني الجزء ده تاني يا علي. دي اقوى جمله قالتها الست. دي مش منفعه عامه، لو منفعه عامه انا موافقه، لكن دي منفعه خاصه. انهم يا مدام هيشيلوا بيتك عشان يمدوا كوبري او محور، دي منفعه خاصه في ايه؟ اسمع الست قالت ايه كده تاني معلش. العبها يا علي كده. من بيتي وانا ما عملتش اي حاجه، المصلحه عامه، لو منفعه عامه احنا موافقين، انما دي منافع خاصه. بس بس لو منفعة عامة احنا موافقين، لكن دي منفعة خاصة. انت عايزة تقولي يا مدام؟ المدام عايزة تقول ان السيسي اللي لجانه طول الوقت بتفهم الناس ان العاصمة الادارية دي منفعة عامة وانها مشاريع تنمية عظيمة، الست البسيطة دي فاهمة انها منفعة خاصة، فاهمة ان المحور اللي هيمتد وياكل البيوت دي كلها عشان عاصمة السيسي. ما قدرش الاعلام ده يوصل للست دي والعشرات الالاف غيرها إن دي منفعة عامة؟ بعد كل الحناجر دي يا علي، بعد كل الإذاعات دي، بعد كل أنا بكلم الشاشة يا علي تقريباً، بعد كل ساعات الهوا دي، بعد كل المليارات اللي اتدفعت، الست فاهمة برضو إن العاصمة الإدارية منفعة خاصة مش منفعة عامة. يا أخي بيتكوا التقيلة، طب نعمل معاكوا إيه؟ فلوس وأكلته، غنى واغتنيته، شهرة وأخدته، كل حاجة في الدنيا خدتوها في البلد، مش بس كده. ده غير ان بقى لهم سطوه، مين النهارده يقدر يكلم بقف من دول؟ اتحداك لو ظابط لحد درجه لواء قدر يفتح بقه مع واحد من البقف ده، قدر يقول له حاجه، اتحداك لو الناس دي بتروح تعمل رخصها او بتخلص مصالحها، الناس دي بقت سطوه في البلد، بقوا من الحقيقه سلطه لوحدهم كده، فلوس ومنصب وشهره وجاه، وفي الاخر الست طلعت تقول دي لو منفعه عامه كنت سكتنا، لكن دي منفعه خاصه. وسيسي عايز يقول لهم لا، وصلوا الناس ان العاصمه الاداريه دي هتبقى حاجه عظيمه جدا لمصر وانها منفعه عامه. الفيديو ده خطير جدا لانه بيكشف حاجه مهمه جدا. ايوه حاجه مهمه جدا. الفيديو ده يا حضرات بيكشف حاجه مهمه جدا، ان كل دعايه واعلام السيسي فشل انه يقنع الناس ان الازالات والطرق والكباري منفعه عامه، فشل انه يقنعهم ان العاصمه الاداريه دي تنميه. والناس طلعت اوعى بكتير جدا من اعلام السيسي اللي الحقيقه مضيع عليهم كل حاجه. كلام الست البسيطه دي شهاده فشل لاعلاميين السيسي. انا لو مكانك يا عبد الفتاح كان ممكن يجي لك سكر. انا لو مكانك يا عبد الفتاح لازم اخد مهدئات. انا لو مكانك يا عبد الفتاح كان لازم كل يوم بالليل اقلع الجزمه واضربهم بيها. مش قادرين تقنعوا الشعب ان العاصمه الاداريه منفعه عامه. يا جزم، امال ليه بتاخدوا فلوس؟ وليه ربيتوا كروش؟ عشان توصلوا الناس وجهه نظري. مش بس كده، خد مثال تاني اهو، ادي موضوع كورونا. يا حضرات موضوع كورونا، احنا رحنا جبنا اللقاح واستوردناه من بره، وفي بقى فلوس اتدفعت فيه، اقنعوا الناس انها تاخد اللقاح. اسمع كده اعلاميين السيسي قالوا ايه؟ احنا داخلين على شهر الاصابات زي ما حصل السنه اللي فاتت، يبدو كده ان احنا داخلين على موجه ثالثه. وعلى فكرة خلاص حضراتكم عارفين مفيش حد تحدى الكورونا، العالم كله اصيب بمعلقة شاي. فانت بتتحدى ايه؟ وده احنا عايزين الناس والدولة الاتنين يشدوا حيلهم شوية. اخبار التطعيم ايه يا جماعة؟ اخبار التطعيم ايه؟ الناس ما بتسجلش، مفيش اقبال، مفيش منطق غريب جدا. يا جماعة
لغايه ان الدوله تسارع في عمليات التطعيم وفي جلب الفاكسين وهي بتعمل ذلك بالفعل. الحاجه الثانيه ولازم الصفوف الاولى تبقى معلن انها بتطعم، الوزراء يطعموا ويتصوروا، القيادات تطعم وتتصور، الناس المشاهير المفروض ان يبقى عندنا اكثر من 50% من الشعب لما يطعم، مع ان احنا في 10 ل 20% اصيبوا فعلا بالفيروس، يبقى احنا كده فوق ال 60 ل 70%، يبقى دي فعلا في مناعه المجتمع او مناعه الفصل. يعني معنى كده يا فندم احنا عايزين في حدود 200 مليون لا جرعه. 100 مليون جرعه. ما عرفوش يخوفوا الناس. ما عرفوش يخوفوا الناس. ايوه. ما عرفوش يوصلوا للناس انها تخاف فتجري على اللقاح. ايوه. البهايم دي ما عرفتش تخوف الناس يا جماعة. ببساطة شديدة جدا، ادي دراسة احصائية كشفت ان مصر محتاجة لأكثر من 1800 سنة عشان تلقح بس 70% من سكانها، اللي هم بالغ عددهم دلوقتي مش بعد 80 سنة بالغ عددهم 102 مليون نسمة. اسمع كده اهو، تزامنا مع عن انتشار موجة ثالثة بالبلاد، دراسة احصائية تكشف احتياج مصر لأكثر من 1800 سنة لتلقيح 70% من السكان البالغ 102 مليون نسمة ضد فيروس كورونا في حالة استمرار معدل التلقيح الحالي بمتوسط 220 جرعة يوميا. بس 220 جرعة بس. بس هات الصور الناس دي علي، 220 جرعة. انت عارفين ان احنا اخر مارس ده خلاص جايلنا 5 مليون جرعة، اخر مارس ده جايلنا 5 مليون جرعة. هات الخبر يا علي، يعني اخر الشهر ده بعد اسبوع وزيرة الصحة توريد 5 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا بنهاية مارس، واحنا كل يوم بنعمل 220 جرعة بس. طب ال 5 مليون دول اتدفع فيهم ملايين، في فلوس، هنبيع ازاي؟ كل ده هيتبيع ازاي؟ بالاعلام. ولما حضراتكم شغالين انتوا وعمالين تكلموا الناس، الناس ما خافتش ولا اشترت ولا عملت حاجة، الناس لسه خايفة منكم انتوا، الناس مش مصدقاكم. هنبيع كل ده ازاي؟ 5 مليون جرعة هنبيعهم ازاي في الإعلام؟ أمال بنعلفكم ليه؟ أنا لو من السيسي أقول كده بصراحة. وطالما الإعلام العاجز الفاشل ده خذل الجنرال عبد الفتاح السيسي في كل الملفات الداخلية، تفتكر يعني هيقدر يعمل إيه في حاجة اسمها الملفات الخارجية؟ وده حاجة مهمة جدا. وده اللي حصل، اللي حصل يا حضرات. اللي حصل يا حضرات، تخيل انت قاعد مكان السيسي كده وجنبك انتصار، ويطلع عليك بيان من 31 دولة في الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر بسبب دول. تعال هم بيان من 31 دولة، واتكلمنا عنه كتير، واللي ما يعرفش يعرف، واللي ما اتفرجش يتفرج، وبقت سمعة السيسي في الزبالة. يا حضرات، كل اللي قدروا يعملوه ان طلعوا دول المعوقين ذهنيا يقول لك دي خيانة، كلام بيتقال من ايام عبد الناصر، دي مؤامره على مصر، مين فنلندا دي؟ تعالي يا فنلندا اطلعي لي بره، كلام فارغ.